وتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة. عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميل القانون رقم 65/00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية يقدمه السيد الوزير. وتهديف التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض أمام أنظاركم اليوم إلى إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض موحد لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، ولتوفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد تعتمد الحكومة من جهة على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن جهة أخرى على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها. وبذلك وبتنفيذا للأجندة الملكية السامية تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية قبل ما تم هذه السنة من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام الرميد. كيف وكما قال سيدنا الله يصوف مع نهاية 2022 الأسر المحتاجة اللي كتستافد من الرميد غادي تعزز المكتسبات ديالها بتعميم التأمين الإجباري على المرض على جميع المغاربة. كيفاش غيكون هذا الشيء؟ من خلال أولا التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الغير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص داخل المؤسسات الصحية الخاصة، ويؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة وفقا لمبدأ التضامن للأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في حد أقصاه ما تم سنة 2023 والذي ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك. هذا وستواصل الحكومة عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.